هلو يا حلوي، مرحبا شباب ونات، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم دخلت السيرفر الاوروبي شباب، شفت حدث اسطوري كتير ورقصه جديد اسطوريه كمان شباب حلوين حبايبنا. قبل ما نشاهد المقطع شباب، لا تنسوا تحطوا زر اللايك والشير، فعلوا زر الجرس يا احلى ناس من تحت. اوكي، وخلينا ندخل شباب ونشوف مع بعض شو الاحداث يا اساطير. ليتس جو حبايبنا الكرام، يلا شباب ندخل على اللاك رويال شباب مثل ما انتم شايفين. ركزوا معي. شوفوا هالسكين يا اساطير، ما احلى. شوفوا هالسكين شباب، دخلت عليه وتفاجأت يعني من هالسكين الاسطوري شباب. حبايبنا الكرام، والشيء الاسطوري اكثر من هيك شباب، انه شوفوا لي هاي شيء اسطوري ولا مش اسطوري يا حلوين؟ عن جد شيء اسطوري. قول لي شباب، هالرقصة عن جد حلوة. اوكي حبايبنا الكرام، وشفت كمان شباب نزل هذا الحدث الكوبر، هذا هو نفس الشيء نفس اللي عندنا. وشفت نزل حدث كمان حلو اللي هو هذا الفمس شباب، راح نشوفه بعد شوي ونشوف الوضع تبعه. اوكي يلا شباب الحلوين، انا كثير متحمس لهذا الحدث. وخلينا نبلش ندروب، خلينا اول شيء نشيل اللفتين، خلينا ناخذ نشيل الهاي وهي نشيل. يلا اول نعمل تاك، وقف نعمل هون تاكيد، ابلع لوز. اوكي اوه سوينا شوي شباب، قبل ما نعمل كل شيء شباب ما في جواهر، خلينا نقول نشحن جواهر. ليتس جو دقيقة يا حلوين، أكيد أعتقد عندنا كمان حدث توب أب، لنشوفه مع بعض شباب. نشحن الجوهر يا جميلين، أوكي. يلا ليتس جو. بول 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 شباب. واي. شفتوا الشباب شحنت تقريباً. أوووو. واي 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 شباب، هون ما عدا هذول الحدث المسا، هذول الشحن هذا التراكمي. اوكي شباب، كان عندهم شفتوا بعينكم يعني، ما بعرف شو كان عندهم. شفتوا حصلت على جواهر كثير، شحنت 2000 وفجاه صار عندي 2700. اوكي كثير حلو كثير حلو، حصلت على اشياء حلوه كمان. اوكي شباب، خلينا ندخل على اللاك رويال، نبلش نشوف حظنا بهذا السكين شباب. نعمل اول لفه، ابلع ليتس جو. اشوف اوه صفر جوهره، كيف هيك؟ اعطيني صفر جوهره شباب. يلا يا ستير، لا تنسوا وصلنا هذا الشباب، بدنا نوصل هذا الفيديو 10000 لايك شباب. اذا بشوف في تفاعل بالسيرفر الاوروبي راح انزل دائما احداث للسيرفر الاوروبي شباب. اوكي اذا بشوف تفاعل بالسيرفر الاوروبي شباب، في لايكات اسطوريه، راح انزل دائما احداث ونشوف دائما نزل بشكل دائمي شباب. شوف الاحداث نجيبهم بالسيرفر الاوروبي. قول لي حصلت على السكين لوز، والله كثير حلو نايس. اوريك بكل، شوف بعدين خلينا نكمل الضرب. وقف شوي، وين هي؟ يلا يلا شو يطلع لنا الرقصه شباب، شو يطلع لنا الرقصه شباب. ليتس جو الرقصه. اوبا يا سلام، لك شو هيدا يا زلمه، شو هيدا شباب. لا يا ربي مستطيل، يا ربي ده جميل. اوكي شباب، هدول ما بدنا اياهم. نجم الصاعد ما بدنا اياهم شباب، بدنا نروح نشوف الرقصه شباب. بدي اروح اشوف الرقصه شباب. يلا هي الرقصه شباب، هاي شو نشوفها. عن جد رقصه اسطوريه شباب. أوه والله شيء اسطوري. سوي شوي خلينا نشوف ندخل على الباقه. شايفين شباب عندي كثير هون اشياء، اوه عندي هون كثير اشياء شباب، ما فتحته ابدا لسه بهذا السيرفر الاوروبي. واو شيء حلو شباب لوز. طبعا شباب هي الباقه. اوكي خلينا نفتح هذول، والله خلينا نفتحهم. يلا نفتحهم شباب، شيء عشان نلبس شيء لبس من شويه، بعتبر دخلت على حسابي بالسيرفر الاوروبي شباب، شفت شيء بدي اطوره شوي شباب لهذا الحساب، وان شاء الله راح نعمل عليه مسابقه عن قريب شباب ان شاء الله باذن الله تعالى. خلينا نطور فيه، خلينا ناخذ هذول كل الاشياء. لوز اوه والله شباب سكنات اسطوريه موجوده بالحساب هون. خلينا نشوف هذا حط له، يعني شوفوا هذا السكين شباب يشبه بنطال الجزء على فكره. ها لاحظتوا معي كيف؟ حلو. اوه عن جد رقصة اسطورية يا شباب. ايه ثواني شباب، ندخل على التدريب، خلينا ندخل على التدريب شوي، خلينا نطلع نشوفها بالتدريب شباب. نشوف طبعا هون شباب بهال السيرفر الاعداد ماني مزبطة، بس نعمل هيك نشوف من هون. ثواني المشكلة بهال، ثواني اخف، اوو مشكلة. اوكي يلا ها، لا يا زلمة، اوو
شوفوا شباب شوفوا 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 الرقصة ما أحلاها يا شباب. عن جد شيء أسطوري. Let's go. يلا شباب خلينا نشوف الدرون هتدخل على الحدث الفامس. هذا الحدث حبيبي نضرب شوية على الحدث الفامس نشوف شو وضعه. شو هدول عندهم هون عندهم توب اب ما توب اب وأشياء. خلينا نشوف الأحداث شباب نفرجيكم إياها. في هاكر ستون. أوه في هذا الهاكر تبع السكايلر أكيد عرفتوا خاصية هاي الشخصية. بس خلينا نشوف الحدث اللي نزل. هذا حدث من زمان موجود عنده. خلينا نشوف نشوف شو وضعه. طبعا هون شباب لاحظت عليه. هون بتاخذ هلا الشهر بس خلينا نضرب. هذا 90 نشوف شو راح يطلع لنا نجرب. خلينا نشوف. اوه اسلحة اسطورية والله. كله. يلا ابلع. مشكلة شباب يعني انه ما راح اقدر اجيب الاسلحة. انا شيء اللي فهمته من هذول يعني بناخذ هذول التوكنات اكيد ونبدل بسلاح باسلحة او هيك. خلينا ندخل نشوف شباب لانه بدي اخليها الجواهر شباب للاحداث الجاية لانه الاسلحة هون ما بستخدمهم شباب فهمتوا علي كيف. ما بيجوني دائما. خلينا ندخل نشوف بالمتجر شباب شوفوا موجود كمان. بالاستبدالات بالاسترادات والاستبدالات هذول ما اعرف شو نشوف. هذا هو شايفين شباب بتحصل على هذا التوكن بتاخذوا الفاماسات هذول اسطوريه. بالنسبه بعرف انه الفاماس هذول شباب قديمات كثير. عدد الطلق ضرر دقه انا بعرف في واحد منهم كان كثير اسطوري. هذا هو على حسب اعتقادي. هذا هو هذا هو هذا هو كثير اسطوري. هذا فيه ضرر وسرعه الطلق. لا لوز اللوز لوز اللوز. هذا هو شباب تحصل عليهم 40 والله شيء حلو شيء اسطوري حلو. اوكي شباب حلوين. هيك شفنا الاشياء اللي كنت حابب افرجيكم اياها شباب. هذا الحدث اللي نزل اليوم. اوكي عن جد شيء اسطوري. الحدث اسمه سوبر ستار ويكند. اوكي شيء اسطوري حلو حلو. اوكي شباب حبايبنا الكرام حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم شباب. هذا المقطع شباب كان مقطع خفيف نظيف سريع شباب. اوكي اذا بشوف في تفاعل حلو بالسيرفر الاوروبي شباب في بدكم ننزل اكثر واكثر شباب بالسيرفر الاوروبي وبغير من السيرفرات شباب شوف التفاعل بهذا المقطع ونشوف حبايبنا الكرام اذا وصل العدد وصل للفيديو هذا 5000 لايك على القليله راح ننزل ان شاء الله بشكل يومي للاحداث بالسيرفر الاوروبي وسيرفر مينا. حبايبنا بشوفكم على خير. سلامات. لا تنسوا تحطوا زر اللايك والشير شباب وتفعلوا زر الجرس. ليتس جو.